فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. بعض الشباب المسلم يشغل بالمنطق الرومي واليوناني، والبعض منهم يجهل أمور الدين، فيجب إحنا كشباب يكون منا دعاء. وبعض العلماء بيرفض حكاية الدعوة دي وبيقول إنها مش مطابقة للسنة. تبليغ يعني الشيخ. سامحك الله. الدعوة غير مخالفة للسنة. ماذا يقول؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هل تتصور مسلما ينكر مثل هذه الآية المصرحة بالدعوة؟ قل لا. قل لا. ولا ما فهمت عليها؟ فهمت على حضرتك. فإذا وجد هناك إنسان عنده شيء من علم وعقل فقال إن الدعوة تخالف السنة، فلربما يعني دعوة مقننة منظمة تنظيما تخالف السنة. أما هكذا أن ينكر الدعوة مطلقا هذا مستحيل. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا يمكن لإنسان أن ينكر الدعوة أي التي جاء بها الكتاب والسنة، لكن هو قد ينكر دعوة فيها بدعة، فيها خرافات، فيها أحاديث موضوعات وهكذا، ممكن أن ينكر مثل هذا. أما إنكار الدعوة مطلقا فهذا أمر مستحيل وخطأ غبيل. انتساب برضه، يعني الواحد لو انتسب لأي مجموعة زي مثلا جماعة التبليغ أو 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 أو، فبرضه يعني ما فيش أصلا مؤسس، يعني ما فيش يعني موجه للشباب أكتر إنه إحنا نكون متجهين لشيء معين. وإحنا بنشوف إن بعض الجماعات بيكونوا مجتهدين والواحد بيحاول إنه يجتهد زيهم بحيث إنه يبلغ أو يقول للناس في القهاوي او مثلا في يعني او في الاماكن اللي بيقعدوا فيها في الطرقات او كده. نعم، انا اقول يا اخي كلامك مسلم في الجملة وليس في التفصيل او بالتفصيل. اذا كانت الجماعة التي يريد هذا الانسان الذي قد يتسكع في الطرقات كما اشرت اليه أنه خير له من هذا التسكع أن ينضم إلى تلك الجماعة، إذا كانت هذه الجماعة وغيرها تدعو إلى الإسلام بالمعرفة بالإسلام وبالكتاب والسنة فهذا واجب، لأن الله يقول وكونوا مع الصادقين. أما إذا كانوا لا علم عندهم، لا يعرفون الكتاب، لا يعرفون السنة، لا يميزون الحديث الصحيح من الضعيف، لا يفرقون بين ما ثبت في السنة وما جاء في المذهب أو في الطريق أو في نحو ذلك، خلاص من لك الدكتور. لا 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 نكمل. الله يكرمك. الله يكرمك. لا أنه في ورانا نساء. ما بس الشيخ سؤال. الله يكرمك. بس أسأل الشيخ بقالي أسبوعين ما سألت سؤال. أسبوعين ما في خدمة.